أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أتأمل معك في قصة من قصص إليشع النبي من أصحاح 6 سفر الملوك الثاني. أرسل رجل الله اللي هو إليشع إلى الملك يقول: احذر من أن تعبر بهذا الموضع، لأن الأراميين حلون هناك. يعني إليشع بيقول له اوعى تمشي في الحتة دي، هناك الأعداء عاملين كمين، لو مشيت هيموتوه. والملك يبعت جواسيس ويتأكد ان كلام إليشع صح، مش هيروح هناك. ويقول هنا مش مرة ولا مرتين، اكتر إليشع يحذر الملك. عزيزي المشاهد، ده امتياز لكل واحد ليه علاقة حقيقية بالرب يسوع، ان في تحذير بيجينا علشان ما نمشيش في حتة مؤذية. تقولي التحذير ده يجيلي ازاي؟ هنا التحذير جه للملك عن طريق إليشع. التحذير يجيلي عن طريق من هو أعظم من إليشع، يجيلي عن طريق الروح القدس. عزيزي المشاهد، الروح القدس يحذرنا، الروح القدس يحذرني من أن أنا ما أعملش حاجة. تقولي إزاي؟ اشرح لي أكتر. أقول لك يعني لما وأنت بتصلي كده تحس إن عدم راحة إنك تعمل أمر، أوعى تعمل هذا الأمر، اوعى تستهتر باللي بتحسه اثناء الصلاه. حسيت بعدم راحه يبقى ما تتحركش، تستنى لغايه وانت بتصلي تجيلك راحه. طول ما انت ما عندكش راحه يبقى ده إليشع الحقيقي، الروح القدس بتاعك بيحذرك. ليه؟ لان ثمر الروح حاجات منها سلام. لما يبقى الروح بيديك سلام يبقى هو معاك ويبقى يقودك في السكة دي. لما الروح القدس ما يديكش سلام تجاه أي أمر يبقى معناه ما تروحش الأمر ده. هنا في أعداء، هنا في كمين معد ضدك، هنا في فخ لاصطيادك. عزيزي المشاهد، لازم نتجاوب مع الروح القدس. لما الروح القدس وانا بصلي حسسني بحاجة عدم راحة ما استهترش. تقولي ما يمكن دي عدم راحة نفسية لان الموضوع صعب، اقولك انا امتحن. تقولي امتحن ازاي؟ اقولك صلي اكتر. لو استمرت عدم الراحة وانت بتصلي يبقى خلاص، يبقى ده الروح. لان الحاجة لو هي عدم راحة نفسية بالصلاة تضيع، لو هي عدم راحة نفسية بالصلاة تضيع، لكن لو هي عدم راحة نتيجة الروح القدس كل ما تصلي عدم الراحة تزداد. عمل ايه بقى الأراميين الملك بتاعهم عشان ينتصر على ملك شعب الرب؟ قال لازم نقضي على مين؟ على إليشع. وده اللي الشيطان بيعمله معاك، ان مش عايز الروح القدس يشتغل جواك. الشيطان عايزك تعمل خطية، الشيطان عايزك تشيل، تبقى عندك مرارة من شخص. ليه إبليس بيعمل كده؟ ليه الشيطان بيعمل كده؟ الشيطان بيعمل كده عشان تستمر في الغلط، تستمر مش عايز تصلي من أجل شخص معين. لما تعمل كده أنت بتحزن الروح، لما تحزن الروح ما يشتغلش جواك، فيبقى فقدت المرشد. الروح القدس يرشد للحق ويرشد لعمل الحق ويرشد لكي ينقذك من الطريق المؤذي. وفي آية في الرسالة، رسالة رومية تقول كده: أبناء الله ينقادون بروح الله. بس لما تبقى أنت جايب حزن للروح القدس هتتمتع بقيادته إزاي؟ بنحزن الروح لما بنعمل خطية ونستمر فيها. لما أبقى عندي مرارة من حد ومش عايز أصلي من أجل هذا الشخص،
يبقى انا كده مصمم ان انا ما اغفرش. لما اعمل خطيه وما ارجعش للرب يبقى مصمم ان انا ما توبش. لما اعمل كده يبقى انا قضيت على اليشع اللي جوايا. يعني ايه قضيت عليه؟ يعني الروح القدس مش هيشتغل جوايا وينذرني. المؤمن عنده اعظم امتياز قيادة الروح القدس. قيادة الروح القدس أعظم امتياز للمؤمن. وعزيزي المشاهد، طالما أنت بتتوب عن خطاياك، طالما أنت مش بتحزن الروح، ولو أحزنت بتتوب، طالما أنت عايز تمشي مقاد بالروح القدس 100% في صلاتك وانت بتصلي من جهة أي أمر، يا إما الروح يريحك يديك سلام وكل ما تصلي من أجل هذا الأمر السلام يزداد، يا إما الروح القدس ما يديكش راحة وكل ما تصلي عدم الراحة يزداد. وفي الحالة دي يبقى ده تحذير من الروح إنك أنت ما تاخدش الخطوة دي. رجاء ما تاخدش خطوة وإنت بتصلي الروح مش عاطيلك طمأنينة. ما تاخدش خطوة ولا تمشي سكة ولا تعمل سفر. لو حسيت ان الروح القدس مش مريحك وانت في الصلاة، لما الروح اجي اصلي مثلا عندي عايز اهاجر، اجي اصلي من اجل الهجرة، الاقي نفسي لا وانا في الصلاة تعبان، اقول لا يمكن مخاوف طبيعية. طيب نصلي تاني تالت رابع، لا الراحة ما جاتش الراحة، خلاص يبقى الغي الموضوع ولا تتردد. لأن خطر 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 إنك تعمل حاجة الروح وإنت بتصلي مش عطيلك ليها سلام. باسم الرب يسوع لا نحزن الروح، وباسم الرب يسوع دائما نقاد بالروح القدس. عزيزي المشاهد، تعال معي إلى سفر العدد، بنكمل التأمل في كيف كان بني قهات يحملون أساس خيمة الاجتماع. هنا في أصحاح 4 تعليمات بخصوص إزاي شعب الرب يشيل خيمة الاجتماع، ليه مكان العبادة. خيمة الاجتماع دي خيمة بتتفك، ومين بيشيلها؟ اللاويين. ومن اللاويين تلات عائلات، بني قهات، بني جرشون، بني مين؟ ملاري. بني قهات بيشيلوا الأساس، كل قسم بيشيل حاجة، دول بيشيلوا أساس الخيمة اللي هم ست قطع، أو اللي احنا اتكلمنا عن خمسة اللي هم تابوت العهد، المذبح الذهبي، المنارة الذهبية، المائدة الذهبية، مائدة خبز الوجوه، والمذبح النحاسي. وقلنا مش بيشيلوا دول بس، بيشيلوا كل قطعة والأدوات بتاعتها. يعني في المذبح كنا بنتأمل في الحلقة اللي فاتت، المذبح بقى الضخم اللي هو المذبح النحاسي في سفر العدد، بيقول لك يغطوا، طبعا بتحصل تغطية قبل الشيل. مين اللي بيغطي؟ الكهنة. ومين اللي بيشيل؟ اللويين. ومين من اللويين هيشيل الأساس بتاع الخيمة القطع؟ بني قهات. فيقول الكتاب هنا انه بيشيلوا مع المذبح المجامر. وقلنا ايه فايدة المجمرة؟ انها بتاخد النار اللي على مذبح الكبير ده اللي هو المذبح النحاسي، بتاخده عشان يتشعل بيه البخور. الكهنة بياخدوه بالمجمرة، المجامر دي، يعني المجامر دي ياخدوها يحطوا فيها نار منين؟ من المذبح الرئيسي ده، وياخدوا النار دي يشعلوا بيها البخور على مذبح الذهب اللي جوه القدس. وشرحنا المعنى ده في الحلقة اللي فاتت، يعني في معنى رمزي عظيم في هذا الجزء. مع المجامر بقى بيشيلوا ايه؟ بيشيلوا كل الأدوات اللي بتستخدم في المذبح النحاسي، اللي هي مثلا زي هنا المناشل، الرفوش دي زي شوكة كده كبيرة يحطوا بيها عشان ينظموا بيها الذبيحة على النار، المناضح اللي بيشيلوا فيها الدم لأنهم بياخدوا الدم ده ويرشوه، كل الحاجات دي بتشال مع المذبح
وبعدين بتتغطى، بتتشال ازاي؟ تتغطى الاول بشحنة ده الارجوان، وبعدين فوق الارجوان بيبقى فيه جلد ايه تخس. عزيزي المشاهد اللي بيدرس الجزء ده بتركيز، وكل الدراسين خدوا بالهم ان كل القطع مكتوبة هنا، الكهنة يغطوها بأغطية شرحناها لكل قطعة، وبعدين بعد ما غطوها مين يشيلها؟ اللاويين. القطع كلها مكتوب عنها إلا قطعة واحدة. وعشان كده لما كنت بقول قلت إنهم ستة، لكن خلي بالك في قطعة من الستة هنتكلم عن خمسة مش موجودة هنا في الأصحاح خالص، مش موجود. وإيه هي القطعة دي؟ هي المرحضة. المرحضة ما فيش حديث خالص في هذا الأصحاح، الوحيدة ما فيش حديث عنها في هذا الأصحاح عدد أربعة اللي بيتكلم عن تغطية الأساس القطع لكي الكهنة يغطوها. ويغطوها إيه؟ في اللي بيتغطى بالأرجوان زي مذبح النحاس، في اللي بيتغطى بالإسمنجوني، كلهم بيتغطوا مسجوني ما عدا المذبح الكبير ده مذبح النحاس، لكن مع المسجوني في حاجات تانية. يعني شفنا القرمز في مع المائدة، في شفنا جلد التخس موجود، شرحنا ده، لكن المرحلة مفيش، كما فيش حديث ان الكهنة يغطوها وبعدين بني قهات يشيلوها، لا مفيش حديث. ايه التفسير؟ طبعا كل حاجة في الكتاب المقدس لها معنى، ما انت يجذب انتباهك ان مفيش حديث عن المرحضة. ليه مفيش حديث؟ كل حاجة ليها معنى، حتى الحاجات اللي انا اتوقع الاقيها في الكتاب وما لقاش. يعني لازم اتوقع القطعة رقم ستة دي حديث عنها مش لاقيه، يبقى ده ليه معنى. وعشان اشرح لك النقطة دي تعال معايا الى الرسالة الى العبرانيين، هنتعلم الحتة دي من الرسالة إلى العبرانيين. في الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح السابع في حديث عن شخص ملك ظهر في العهد القديم في سفر التكوين. في حديث عن ملك ظهر في سفر التكوين أيام إبراهيم اسمه ملكي صادق، ده ملك، ملك مدينة اسمها سليم. الملك ده كان ملك كاهن، يعني عنده الحاجتين، وعشان كده هو بيرمز للرب يسوع، لأن الرب يسوع ملك وكاهن. كاهن بيشفع لينا في السماء وبيقوم بدور الكهنوتي معانا في أنه بيرسل ضعفاتنا. كل ده حديث في الرسالة إلى العبرانيين، ويعين المجربين. كاهن بقى عنده أحشاء، عنده محبة، أحشاء يعني مشاعر داخلية ناحيتنا، ف بيتولانا. فالكاهن ده يرمز الرب يسوع ملك صادق لأنه ملك وكاهن، والرب يسوع ملك وكاهن. ويمكن كتير من المؤمنين مش مدركين يعني ايه الرب يسوع كاهن. لو انت مش مدرك يعني ايه الرب يسوع كاهن، اقرأ الرسالة الى العبرانيين، هتلاقي ان الكاهن الرب يسوع بيترفق بينا، يترفق يعني عاملنا بعاطف، عاملنا بحب، عاملنا بلطف. وفي آية تقول لك فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، برضو حديث عنه ككاهن، وأنه بيشفع فينا، ولأنه هو بيشفع فينا فخلاصنا مؤكد، قادر أن يخلص إلى التمام لأنه هو الكاهن اللي بيشفع فينا. إذن ملكي صادق بيتكلم عن الرب يسوع، بيرمز إلى الرب يسوع. إيه علاقة ده بقى بالمرحضة اللي ما تكتبش عنها حاجة؟ هنفهم هنا. يقول الكتاب إن ملكي صادق ده بلا أب بلا أم بلا نسب. يعني لما تقرأ عنه في سفر التكوين، سفر التكوين ده سفر كله أنساب، وكله ده ولد ده وده ولد ده وده، كل سفر يعني مليان ما عدا ملكي صادق. ملكي صادق الملك العظيم اللي بيه كان، اللي ساعد إبراهيم جدا وأواف، فإبراهيم انتصر بسبب تقويته.
بسبب التقوية اللي خدها والانتعاش اللي خده والبركة اللي خدها من الملك صادق، انتصر على الإغراء بتاع ملك سدوم. هنا يقول لك ملك صادق ده مش مكتوب عنه في سفر التكوين معلومات مين أبوه، ده شيء غريب، لأن سفر التكوين زي ما قلت لك تقرأ إبراهيم أبوه مين وابنه مين وكلهم كده. يقول لك بلا أب، لا في ذكر الأب ولا أم، ولا جي منين سفر التكوين ما قالش أي حاجة عن الراجل ده غير أنه ساعد إبراهيم بس، تصرف مع إبراهيم ككاه بس، ما قالش عنه أي حاجة تانية. طب ليه ما قالش؟ هنا رسالة عبرانيين تقول لك عشان هو مشبه بابن الله، عشان هو هيرمز للرب يسوع. فالرب يسوع ملهوش ملهوش بداية ولا ليه نهاية، فعشان كده ملك صادق ما تقالش بدايته أبوه مين ولا نهايته هتبقى أولاده مين. فعشان كده ليه ما تقالش؟ عشان يبقى رمز للرب يسوع الأزلي اللي ملهوش بداية، الأبدي اللي ملهوش نهاية. يبقى إذا لما سفر التكوين ما قالش مين أب ملك صادق مين جد ملك صادق، ده مقصود عشان يبقى رمز يطابق الرمز اللي بنتكلم عنه الذي هو الرب يسوع. وعرفت منين الرمز؟ مكتوب هنا هو مشبه بابن الله، ان ده ملهوش نهاية، عشان كده ابن الله هو الرب يسوع هذا يبقى كاهنا الى الأبد. فعشان كان ملك صادق، اكيد ملك صادق مات، ده راجل طبيعي عادي، انما ما تقالش انه مات. ليه ما تقالش؟ عشان يرمز الى الرب يسوع اللي كهنوته يدوم، اللي كهنوته مستمر الى الابد، او بلغه اخرى اللي عمله الكهنوتي مستمر الى الابد. يبقى لما الكتاب ما يقولش حاجه لازم وانا والتوقع ان يقولها، يعني لازم كنا نتوقع ملك صادق يتقال عنه زي ما كل شخصيات سفر التكوين يتقال عنها مين ابوه وايه ايه نهايته كانت ايه، ما تقالش يبقى في سبب، وعرفنا السبب من اصحاح 7 الرساله الى العبرين. المرحله ما تقالش ليه ما تقالش عنها انها تتغطى ازاي وتتشال ازاي؟ في اجابات، لكن في بعض الاجابات، انما ادي لك اجابه واحده، ان المرحضه ما كانتش بتتغطى، فما فيش تعليمات هيغطوا مع الرب المرحضه بالذات الشال بدون تغطيه. ونفهم كده منطقيا ليه المرحضه بالذات ما تتغطاش، لان هي معموله من ايه؟ هي معموله من النحاس، معموله من، وهدفها ايه؟ تحط فيها ميه، والميه دي ليه؟ عشان الكهنه ما ينفعش يدخلوا القدس ويقدموا عبادة للرب بدون ما يغسلوا ايديهم ورجليهم. طبعا ده تعليم رمزي، لان احنا النهاردة اللي بيغسلنا الرب، يقول لك بيغسل اقدامنا، تعليم رمزي، احنا في العهد القديم ده عهد الرموز. فالمرحلة دي بتنظف، عملها التنظيف، والتنظيف ده بالمية، فاذا يعني ما فيش خطورة عليها انها تتغطى ولا اتربة، لانها طبيعي هيملوها مية والمية هتتنظف، ودي نحاس فما فيش احتياج انها تتغطى. تقول لي ده ده منطقي، لكن ايه المعنى الروحي؟ لازم في معنى روحي، ما احنا ما فيش حاجة الرب بيعملها او تتكتب في الكتاب بدون قصد، لان المرحضة بتتكلم عن ايه؟ وده السؤال المهم، المرحضة بيتكلم عن ايه؟ يعني ايه كلمة مرحضة؟ مرحضة يعني مغسلة، يعني حاجة تتحط فيها مية يغسلوا فيها ايديهم الكهنة ورجليهم. رجليهم فيها تراب، ايديهم فيها تراب، لا بيغسلوا ايديهم ورجليهم في هذه المرحضة المعمولة من النحاس. بس الكتاب قال ان دي بالذات اتعملت مش من اي نحاس، لا دي اتعملت من نحاس بتاع المرايات، مرايات جمع مراية. المرايات دي جاية منين؟ يقول لك المرايات دي جاية من النساء، كل واحدة كان معاها مراية، والمراية زمان كانت تتعمل من نحاس، ما كانش لسه الإزازة اتعرف، كانش فيه مرايات زجاجية، كل المرايات كانت عبارة عن نحاس مصقول. فالنساء بتوع شعب الرب بيتبرعوا، فراحوا كل واحدة اتبرعت بالمراية بتاعتها،
كله اتبرع بملايه، خدوا الملايات دي وعملوا بيها المرحاضه، ما عملوش بيها اي حاجه تاني، ما خدوهاش وعملوا بيها اي حاجه، عملوا بيها المرحاضه اللي بتحط فيها الميه. يبقى المرحاضه دي نقدر نسميها ايه؟ مرايه، مرايه كبيره. وعشان تعرف يعني ايه مرايه كبيره روح لرساله يعقوب. رساله يعقوب تقول لك كلمه الرب هي المرايه، وبالتالي الميه دي بتتكلم عن ازاي كلمه الرب تنظفني، والرب يسوع بينظفني بالميه بالكلمه. فالمرايه ليه كلمه الرب مرايه؟ لان بتوريك حقيقتك، توريك انك انت ملتوي، توريك انك انت ما عندكش ايمان، توريك انك انت بتخاف. ايات ضد الخوف تكشف الخوف اللي جواك، ايات ضد النجاسه تكشف النجاسه اللي جواك، ايات عن الطاعه تكشف. دي مرايه بتوريك كما انت، زي ما قال يعقوب عن الكلمه. فالمرحاضه دي مرايه. ليه؟ لانها بتتكلم عن كلمه الرب اللي هي في حاجتين، مرايه وميه. مرايه توريني حياتي وميه تنظفني. تقول لي طب ومش موجوده، مش متغطيه ليه؟ اقول لك لان كلمه الرب ما بتتغطاش. لو انت هتغطي كلمه الرب يبقى هتضيع. كلمه الرب لا تغطى، لازم كلمه الرب دايما تبقى قدامك، ولازم تسمح للرب ان يستخدم الكلمه في كشف عيوبك، وتسمح للرب ان يغسلك بالكلمه. كلمه الرب لا تغطى، كلمه الرب نحتاج لها دائما. وعشان كده داود قال الراجل الناجح، واكيد قال ده واختبره، مش قاله بس، الراجل الناجح هو الرجل الذي يلهج في كلمه الرب نهارا وليلا. مفيش غطا على الكلمه، يعني مش بيهرب من ايات عشان الايات دي هتشاور على خطيه في حياته، لا، بيواجه نفسه بالايات. ولما يواجه نفسه الرب يستخدم الايه في تجديد الذهن، الرب يستخدم الايه في تنقيته. وفي ايه بتقول كده، انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. عزيزي المشاهد، لو كلمه الرب متغطيه يعني تلاقي الكتاب المقدس بتاعك ما بيتفتحش، متغطي بالتراب ولا متغطي بحاجة، لا، قول كده يا رب فتح كلامك. دي آية ينير لي، دي نور. عزيزي المشاهد، إلى اللقاء في الحلقة القادمة، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب لا دينونة الآن، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.